وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك. إذن هو العد التنازلي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وها هو اجتماع السيد الرئيس اليوم بالسيد رئيس الوزراء ووزير الإسكان. كيف ترى الاستعدادات إذن لانتقال العاصمة الإدارية الجديدة؟ نحن على مقربة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا الانتقال الإداري ليس فقط انتقال مكاني ولكنه أيضا انتقال له علاقة بجودة الخدمة والإعلاء من قيمة الخدمة المقدمة حكوميا، وبالتالي هناك إرادة سياسية حريصة على متابعة كافة التفاصيل وأن يتم هذا النقل الإداري بالجودة المطلوبة بما يرتقي وأحلام وطموحات الجمهورية الجديدة. يمكن كان هناك اجتماع في نهاية العام الماضي من قبل السيد الرئيس، وكانت هناك مهلة أو فترة انتقالية، ونحن الآن في هذه الفترة بيتم اختبار كافة الأنظمة التكنولوجية وكافة الأمور اللوجستية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم نحن على خطوات من الانتقال النهائي والفعل للحكومة وللمؤسسات الإدارية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. أعتقد أنها خطوة جديدة في العمل الحكومي، خطوة سوف تعود على المواطن بعائد إيجابي فيما يتعلق بتلقي الخدمات الحكومية، وسوف يكون لها عظيم الأثر سواء في على صعيد الخطوات أيضا المتعلقة بالرقمنة والشمول المالي وغيرها من الخطوات التكنولوجية التي تتبعها الدولة المصرية مرورا إلى جمهورية جديدة تتبع كافة الأطر التكنولوجية الحديثة. نعم. أيضا السيد الرئيس اليوم أستاذ جمال يعني هو أكد سيادته على الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أيضا أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع. كيف من شأنه كل هذا أن يضيف أيضا قيمة مضافة للعاصمة الإدارية الجديدة وهذه النقلة الحضرية؟ بالتأكيد هي نقلة حضرية، وهناك حرص من القيادة السياسية المصرية على متابعة كافة التفاصيل حتى يكون هذا الانتقال انتقال ناجح للحكومة المصرية ويؤدي الغرض المطلوب منه. نحن لا نتحدث فقط عن تقليل الكثافات التي سوف تكون في القاهرة أو بعض المحافظات الأخرى، ولكن نتحدث أيضا عن جودة خدمات، وبالتالي هنا يعني نقلة نوعية في العمل والأداء الحكومي المصري، ومن ثم هناك دفعة قوية جدا من قبل القيادة السياسية المصرية أن تسير هذه العملية بشكل دقيق وبشكل يتبع الخطوات اللازمة وأيضا الجداول الزمنية الموضوعة. هناك بالفعل جدول زمني موضوع، والدولة المصرية تسير على هذا الجدول بشكل منضبط ووفق المعدلات الزمنية التي وضعتها الحكومة المصرية وتحت طبعا توجيهات القيادة السياسية المصرية، ومن ثم أعتقد نحن على مشارف الانتقال إلى عمل حكومي يرتقي بالخدمات الحكومية المصرية. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا في السادسة.